الصلاة الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة التي هي وصية نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة وهو على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر والمشرك، كما بيّن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يا الله رحماك رحماك، يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ألا يكفيك فخرا وشرفا يا عبد الله ويا أمة الله أن هذه الصلوات كنهر غمر على جارٍ على كنهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. الله أكبر. الصلاة الصلاة هي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه. إذا أردت أن تتصل بالله الحي القيوم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه فانهضر الصلاة، كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يا عبد الله أدي الفرائض تتقرب إلى الله جل وعلا. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله أكبر.